الرحمن الرحيم
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين قيما إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
ولا أنا عابد ما عبدتم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكر ولا نكفرك ونسرع ونسرك من يخبرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونعوذ بك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تمول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا. اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ضيقنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآمنه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآمنه ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المرهوبين وارض الضيق والمبيدين واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
والسلامة من كل إذ والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا وغفرنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا واسقنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخرة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك ولطفك وكرامك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله سمع الله لمن حمده. Thank you.
记得好看吗？